بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. وتستمر افراحنا، تستمر افراح كل الاهلاويه بالكاس 12 او كاس رقم 12 في بطوله افريقيا، كاكثر نادي في النادي الاهلي حصولا في افريقيا حصولا على هذا الكاس. الحقيقه افراحنا مستمره، يعني عايز اقول انه ساعات انت ممكن تحقق النجاح وساعات تحقق نجاح بتفوق، فالتفوق بيبقى سعادتك بيه اكتر. يعني مثلا ندي مثل، ممكن يعني واحد ينجح ب 80%، ممكن واحد ينجح ب 95%. النهارده النادي الاهلي في اربع او خمس سنوات اللي فاتوا، خلينا نتكلم على خمس سنوات، خلينا نتكلم على ثمان سنوات اللي فاتوا، النادي الاهلي في افريقيا متفوق وباقتدار. النهارده فوزك النهارده مش جاي نتيجه تعثر او فوز بالصدفه، لا، انت النهارده في خمس سنوات بتحصل على اللقب اربع مرات. انت النهارده 22 مباراة ما بتخسرش ورا بعض، فالفرحة ممزوجة بالتفوق، يعني ممزوجة بالتميز. فجماهير النادي الأهلي فاهمة، جماهير النادي الأهلي عارفة الفرحة معناها إيه. يمكن أنا أتصور إن في تاريخ النادي الأهلي كله ما كانش فيه تفوق أفريقيا بالشكل ده في حقبة من الزمن، يعني نقول 7-8 سنوات بالشكل ده، بالشكل المرعب ده. يعني كان دايما النادي الأهلي متواجد أفريقيا وبقوة وأكتر الأندية حصولا على الكأس، ولكن التفوق والتوهج واللمعان ده ما حصلش غير في الجيل ده يمكن. والحقيقة احنا محظوظين كجمهور النادي الأهلي، احنا بنعاصر الفترة دي، الفترة اللي فيها النادي الأهلي الحقيقة يعني أفريقيا بيلمع. وخليني دايما أنا راجل برضو ألعاب أخرى، تميزك وتفوقك مش بس في كرة القدم. النهاردة انت السنة اللي فاتت ثلاث فرق من فرقك بتلعب بطولة عالم، يعني كرة القدم لعبت بطولة عالم، كرة اليد لعبت بطولة عالم، كرة السلة لعبت بطولة عالم. فالنهاردة أنت عندك التفوق أفريقيا مش بس في 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 كرة القدم، والسنة دي عندنا ثلاثة بطولة عالم، كرة اليد وكرة الطائرة وأيضا كرة القدم. كنا أتمنى كرة السلة تروح ولكن ما فيش مشكلة، طول ما في العمر بقية، طول ما إن شاء الله النادي الأهلي هيحاول. فالنهاردة أنت عندك تفوق وتوهج أفريقيا وعالميا بشكل غير مسبوق. فالنهارده الفرحه مش بس بالكاس، الفرحه مش بس ان انت حصلت على الكاس وسط جمهورك وسط الاف وملايين بره الملعب والاف جوه الملعب، لا، انت النهارده التميز والتفوق اللي بيتمتع بيه النادي الاهلي النهارده، اللي لاحظه او بيلاحظه جمهور النادي الاهلي. وكل، انا عايز اقول لكم، كل افريقيا، يعني خلينا نشوف العكس. يعني دايما انا احب لما اشوف الرؤيه صح اطلع بره الصوره خالص. شوف جماهير افريقيا كلها بتبص لك ازاي، يعني اطلع بره الصوره كده، روح مثلا بلد زي مثلا جنوب افريقيا، روح بلد زي انجولا، روح بلد زي اي بلد افريقيه، اي بلد عربيه شقيقه في افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب. بص على النادي الاهلي النهارده هو بيعمل الانجاز ده، هتقول ايه؟ هتقول ايه النادي ده؟ النادي ده لا يقهر، النادي ده مش، يعني هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ نفسك بتقول او يعني حاسس بالقيمه الكبيره للنادي الاهلي. انت عشان تحس انت في، يعني دايما بالنعمه اللي انت فيها، دايما بص من بره، بص من بره عشان تعرف النعمه اللي انت فيها شكلها ايه. فالنهارده الحقيقه الافراح هتفضل مستمره، وتصور ان احنا هنفضل يعني في الافراح دي فتره، لان الحقيقه يعني عصر غير مسبوق. وخليني اقول انه احنا لازم نشكر كل اللي وصلوا الفرقه لكده، وكل اللي وصل النادي لكده، مش الفرقه بس، احنا بنتكلم على الالعاب كلها النهارده، الالعاب كلها في حاله جميله جدا. حتى النادي او الفرقه اللي ما بتوفقش زي فريق كره السله بيلعب فاينلز في رواندا وبيطلع بشرف، يعني ما كنا نتمنى احسن من كده، بس انت طالع النهارده من الفاينلز، يعني وحامل لقب البطوله السنه اللي فاتت. فالنهارده انت حتى يوم ما بتخسر بتخسر بشرف. فخلينا نشكر مجلس الاداره بالكامل طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب والراحل طبعا العمري فاروق، ربنا يرحمه يعني ويسكنه فسيح جناته، كل من ساهم وشارك في اللي وصل له النادي الاهلي والفخر اللي احنا فيه دلوقتي ده، لازم نشكر. لازم نشكر فريق كره القدم، لازم نشكر جمهور النادي الاهلي العظيم اللي بيساند النادي، وهو الحقيقه دايما بيكون درع ودايما بيكون السبورت والكوبري اللي بيعدي عليه النادي الاهلي كل المصاعب. هو النادي، هو جمهور النادي الاهلي، دايما بتلاقي مطبات وبتلاقي مشاكل، ولكن جمهور النادي الاهلي هو اللي بيعدي بالنادي الى بر الامان بدعمه وتشجيعه، ومش دعمه بس للنادي، ودعمه لكل فرد في المنظومه. فالحقيقه انا سعيد النهارده جدا ان الكاس معايا على الترابيزه النهارده، سعيد جدا ان الكاس ده يعني 22 مباراه ما خسرناهاش، يعني
اخر 7 8 سنين تفوق رهيب، اخر 5 سنين انت واخد اللقب 4 مرات. يعني قصدي اقول لكم ان الكاس ده جه بعد عرق وجهد كبير جدا. خلينا نرجع لحلقتنا النهارده. حلقتنا زي ما عودناكم بتبقى عباره عن نصفين. النصف الاول بيكون مجموعه من الاخبار، والنهارده الحقيقه عندنا مجموعه كبيره من الاخبار هتبقى اكتر او يعني ريليتد اكتر او يعني متصله اكتر بالمنتخبات، لان غالبا احنا ما عندناش غير فرقتين فقط في النادي بالنسبه للالعاب الجماعيه او الالعاب الاخرى اللي ما زالت بتلعب. عندنا كره السله سيدات والفاينل بكره ان شاء الله، وعندنا كره السله رجال وهيلعبوا الفاينلز ان شاء الله ابتداء من يوم 6 8 10 12 14 16 القادمين في الشهر القادم ان شاء الله. فما عندناش غير فرقتين بس نقول اخبارهم. طيب، والنصف الثاني من حلقتنا عندنا الحقيقه يعني فقرتين. الفقره الاولى هتكون مع محمود عبد العزيز جده، لاعب الدايره بالفريق الاول لكره اليد رجال، واللي حصل مع الفريق على الرباعيه هذا الموسم. هنتكلم معاه عن كل شيء، هنتكلم معاه عن ال4 بطولات، هنتكلم معاه عن الظروف الصعبه اللي مرت بالفريق، على الظروف او المباريات او لحظات الانتصار اللي مرت بالفريق. هنعرف منه تفاصيل كتيره، تفاصيل كانت في المعسكرات يمكن كتير من جمهور النادي الاهلي ما يعرفهاش. هيكون معانا النهارده محمود عبد العزيز. والفقره الثانيه هيكون معانا الناقد الرياضي الكبير كابتن او الاستاذ شادي نبيل المهتم، يعني او الناقد الرياضي المختص، خلينا نبقى دقيقين في كلامنا، المختص بالالعاب الاخرى، عشان نساله على حاجات كتير اهمها رايه في موسم النادي الاهلي. خلاص فاضل فرقتين زي ما قلت لحضراتكم بينافسوا على بطولتين فقط. رايه في الموسم للنادي الاهلي، هل هو موسم ناجح زي السنه اللي فاتت ام اقل شويه؟ طيب عينينا على السنه الجايه، هل هيستمر هذا التفوق للموسم الثالث على التوالي؟ محتاجين ايه؟ اكيد كل الكلام ده هنتكلمه مع استاذ شادي نبيل، هيبقى في فقرتنا الحواريه. الحقيقه قبل ما اروح لاخبارنا عندي موضوعين عايز اشارك كما تعودت الساده المشاهدين يعني بهم. اول موضوع او اول نقطه في الحوار النهارده بيني وبين حضراتكم، الا وهو الحكام الاجانب في الالعاب الاخرى. لو انا يعني دايما بنلاقي مقوله بتتقال ودايما بنسمع من بعض الـ يعني الـ يمكن الناس اللي ما عندهمش يعني درايه كبيره بالـ 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 بالاحداث، يعني دايما يقول لك ايه، لا النادي الاهلي الجماهير الحكام بيتجاملوا، لا في مجامله. طبعا الكلام ده بنسمعه من وقت لاخر، ولكن حرص النادي الاهلي دايما في الالعاب الاخرى بشكل كبير على استخدام حكام اجانب. النهارده لو الكلام ده صحيح، طب النادي الاهلي ليه دايما هيكون موافق او دايما بيكون مش معارض ابدا لاستخدام حكام اجانب؟ اخرهم طبعا مباريات كره السله القادمه مع الاتحاد السكندري، والاتحاد السله وافق على استخدام حكام اجانب عشان يديروا اللقاءات الخمسه، ده لو رحنا ال5 لقاءات، لان هنلعب بيست اوف 3 يعني ممكن 3 مباريات فقط. طب ليه النادي الاهلي النهارده وافق على استخدام حكام اجانب، والاتحاد السله وافق على استخدام طاقم تحكيم اجنبي وتكلفتهم هتبقى بالمناصفه ما بين الناديين سواء نادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري؟ طيب النهارده لو الكلام ده صحيح زي ما بيقولوا، طب ليه النادي الاهلي مباراه اليد اللي فاتت كان النادي الاهلي حريص جدا يجي حكام اجانب، خاصه بعد المباراه الثانيه والاخطاء التحكيميه الكبيره والكثيره اللي حصلت، وكان بناء عليها رحنا المباراه الثالثه. فاذا هذه المقوله في الالعاب الاخرى وايضا كره القدم مقوله ليست صحيحه. دايما النادي الاهلي لما بيبقى فيه مطروح على ورقه نقاش على الترابيزه استخدام حكام اجانب في اي لعبه وفي اي مرحله من مرحلات التنافس، النادي الاهلي بيوافق. فمعنى كده الحقيقه النادي الاهلي مش عايز غير حقه، النادي الاهلي مش عايز غير تحكيم فير عشان النادي الاهلي يقدر ياخد حقه. كسبنا خسرنا ده حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن النهارده ما يبقاش الحكم هو عبء او الاداء التحكيمي عبء يوقفك عند حدك النهارده او عند يوقفك عند طموحاتك النهارده. النادي الاهلي اذا هذه المقوله مش مظبوطه بالمره. النادي الاهلي ابدا دايما بياخد بطولاته بعرقه بتعبه بتخطيطه باستعداداته، وبيتقبل كل اللوائح اللي بتتحط من الاتحادات ومشيها على نفسه الاول عشان دايما النادي الاهلي ملتزم باللوائح والقوانين. طيب حاجه تانية، نظام البلاي اوف اللي انتشر بشكل كبير جدا في كل الالعاب. البلاي اوف الحقيقه بدا في كره السله. يعني ايه بلاي اوف؟ اللي هو الادوار او البيست اوف او الافضل. بلاي اوف يعني الافضل، يعني الافضل في ايه؟ العب 5 مباريات مع المنافس والافضل في ال5 مباريات هو اللي بيفوز بالبطوله، يعني اكسب 3 من 5 افوز، او الافضل في 3. في الام بي اي في امريكا بيلعبوا الافضل في 7، اللي يفوز ب4 مباريات يتاهل، لازم يبقى رقم فردي 3 5 7. البلاي اوف من وجهه نظري المتواضعه مود، يعني موضه وانتهت. انا من وجهه نظري ضررها اكبر من نفعها دلوقتي، لان بدات في السله وبعد كده انتشرت راحت الكره الطائره ومنها لكره اليد بيلعبوا بيست اوف 3. الموضوع ده يا جماعه
مش تقليد، انا لازم اشوف الاول يناسبني ايه كاتحاد، لجنه المسابقات الهدف من المسابقه المحليه ايه؟ هو اعداد المنتخب ولعيبه المنتخب للاجواء العالميه، ولا انا غلطان؟ هل المسابقات المحليه دي هي الهدف والتارجت الوحيد؟ لا طبعا، انت النهارده بتعد لعيبتك ومنتخباتك ولعيبتك لمنتخباتك. فالنهارده البلاي اوف اولا ليه عده اوجه يعني ضرر كبيره جدا. اول حاجه الفرق اللي بتخسر في بدايه البلاي اوف الموسم انتهى بالنسبه لها، يعني النهارده الاهلي والاتحاد هيلعبوا فاينل. طب اخبار الاتصالات ايه؟ حد سمع عن الاتصالات حاجه من 3 شهور؟ طب ده صح؟ يعني النهارده فرقه الموسم بتاعها انتهى من 3 شهور؟ طب حد سمع عن طلائع الجيش حاجه في كره السله؟ 3 شهور ما لمست كره السله، وعندك 3 شهور اوف سيزون، يعني 6 شهور في السنه عندك لعيبه ممكن منهم لعيبه تمثل منتخب مصر ما لعبوش اي منافسات. في الوقت اللي ناديين بس الاهلي والاتحاد كملوا للنهايه، طب ده هل يعقل ده؟ هل ده صح؟ طيب تصفيات كؤوس العالم ليك في الالعاب الاخرى بتتلعب بنظام الدورات المجمعه الويندوز. فالنهارده ما بيلعبوش بلاي اوف، انت بتلعب ما بتلعبش بنفس الفريق، انت بتلعب مع فرق متغيره المستوى كل يوم ماتش. فالنهارده لازم ولا بد العوده مره اخرى للدورات المجمعه. ال 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 النظام دلوقتي ما بقاش انا بقلد وبس. انا لو ليا قرار، خليني اتكلم معاكم بكل امان، انا لو ليا قرار في نظام المسابقات في مصر كلها على مستوى الأندية لازم يبقى عيني على مستوى الاتحادات، لازم يبقى عيني على التصفيات كأس العالم أو حتى الأمم الأفريقية. النهاردة بقت دورات مجمعة يا جماعة، أنت بتلعب كل يوم ماتش مدة 4 أيام وبتاخد راحة مثلا يوم في النص وبتلعب ماتشات زي دي. فالنهاردة وماتشات مختلفة ما تلعبش نفس الفريق، طب إيه لازمة البلاي أوف دلوقتي؟ البلاي أوف لازم يختفي، أنا بوجهة نظري لازم يختفي من ملاعبنا ولازم يختفي تماما من المسابقات، لأن هو بيحكم على باقي الفرق براحة إجبارية في البيوت بدون أي استفادة. لا، أنا عايز المسابقة تبقى على أشدها لآخر مباراة وأكبر عدد من الفرق بتشارك. النهاردة بلاي أوف يناسب أمريكا، 50 ولاية بتلعب، 50 ولاية بتلعب. إنما النهاردة أنت عندك كل يعني الباسكت أكتر لعبة بيبقى فيه منافسة هم 4 5 فرق. لما أخد 3 فرق أقعدهم في البيت بدري، طب أنا استفدت إيه؟ فأتمنى لجان المسابقات تسمع كلامي، وأتمنى يبقى في نظرة من السنة الجاية، وهحترم جدا أي اتحاد بأمانة يسمع الكلام ده ويراجع نفسه. لازم نرجع تاني للدورات المجمعة اللي بتتلعب 3 4 دورات مجمعة بيشارك فيها 5 فرق يطلع منها البطل، وكان بيبقى فيها تخبيط وضرب وكل الفرق عندها أمل لآخر لحظة، وهو ده اللي في الآخر بيعود على المنتخبات بالفايدة. إن أنا دايما عيني على المسابقة الدولية، هعد لعبت إزاي عشان أروح بره ما يبقاش عندي مشكلة. نروح لأخبارنا وهنروح لمنتخب كرة اليد اللي اتجمع خلاص عشان أولمبياد باريس 2024. خلاص كل الفرق الرياضية اللي توقفت نشاطاتها منتخباتها اتجمعت، أولهم كان منتخب كرة اليد واللي استدعى 6 لعيبة من النادي الأهلي. مين هم؟ إبراهيم المصري، أحمد عادل، أحمد خيري، أحمد هشام سيسة، محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل. والحقيقة القائمة ضمت 20 لاعب، منهم طبعا 6 من الأهلي و4 من الزمالك و10 محترفين من بره مصر. منتخبنا هيلعب في الأولمبياد في المجموعة الثانية مع منتخبات فرنسا، الدنمارك، النرويج، المجر، أرجنتين، مجموعة قوية يعني. منتخبنا طبعا كان صعد للأولمبياد بعد فوزه ببطولة أفريقيا اللي فاتت رقم 26، واتلعبت على استاد القاهرة طبعا حضراتكم فاكرينها كويس قوي، وفزنا في الفاينل على فريق طبعا أو منتخب الجزائر، الفريق المحترم طبعا والمنتخب المحترم 29-21. ده كان في المباراة النهائية طبعا بإذن الله. خليني اقول لكم ان الاولمبياد هتكون في شهر 7 القادم، يعني انت عندك النهارده بتتكلم في اقل من شهرين، احنا في اخر 5 قول في اخر 7 القادم، هي فعلا في اخر 7 يعني بتتكلم في شهرين الا، ودي فتره كافيه. بس منتخب كره اليد ما تقلقش عليه، هو دايما بيستعد ودايما جاهز ودايما في حاله استعداد دائم طول السنه، فبالنسبه له الشهرين دول هو رافع معدلات الاستعداد فقط، انما هو مستعد ومنتخبه جاهز زي ما قلت لحضراتكم، 10 لعيبه محترفين جايين باذن الله مع المنتخب مع 6. بس الحقيقه 6 ده رقم قليل من النادي الاهلي حقيقي، يعني النهارده حراسه المرمى كان لازم يبقى يعني على الاقل 2 من عندك من حراسه المرمى موجودين. يعني انا مش متخيل ازاي مثلا يعني ابراهيم عامل موسم حلو جدا ازاي مش في المنتخب. فالحقيقه يعني كان عندك لاعب او 2 كمان يستحق ان هم يكونوا مع منتخب مصر، ولكن مفيش مشكله، اللي جاي ان شاء الله بتاعنا ولعبتنا لسه صغيره في السن. حراسه المرمى الثلاثه فيصل وعبد وفيصل وطه وعبد المنعم الثلاثه، محمد ابراهيم انا اسف، الثلاثه اعمارهم صغيره والمستقبل ليهم، شاء من شاء وابى من ابى. طيب هنروح لمباراه بكره، مباراه بكره لكره السله سيدات نهائي
بطولة السيدات. زي ما حضراتكم عارفين انه يعني عندنا بيست اوف فايف، كسبنا اول مباراتين، المباراه الثالثه هتكون بكره، كسبنا اول مباراه وبعديها ثاني مباراه مع سبورتنج، ادينا اداء كويس، يمكن افضل اللاعبات كانت نادين السلعاوي يعني عامله تميز كبير جدا جدا. المباراه بكره هتتلعب الساعه 8 ان شاء الله، ويعني ببشر حضراتكم انها تتذاع باذن الله على قناه النادي الاهلي، وهيبقى بكره الاستوديو التحليلي الساعه 7:30 باذن الرحمن من هنا من قناه النادي الاهلي، وهنكون مع نجماتنا وبطلاتنا. نتمنى بكره ان شاء الله كابتن طارق خيري واللاعبات يتوجنا بكاس السوبر بعد الكاس مصر، وما فازوا بكاس مصر من سبورتنج ان شاء الله يكونوا يجمعوا بين البطولتين سواء الكاس او الدوري. والحقيقه ده برضو من ضمن البلاي اوفس او انظمه المسابقات اللي بتلعب نظام البلاي اوف اللي احنا قلنا عليه ونتمنى تغييره طبعا، ان انت تلاقي اكتر فرق بتشارك ودورات مجمعه، ان شاء الله تعمل 4 دورات مجمعه ما فيش مشكله، بس يكون اكتر فرق بتشارك بشكل كبير. الحقيقه الفرقه في الماتشين اللي فاتوا شهدت تفوق كبير، دايما انت بتبقى ليدنج من اول مباراه لاخرها، ودي حاجه الحقيقه يعني تؤكد. خلي بالكم دي ثالث مباراه على التوالي النادي الاهلي يفوز على سبورتنج، فاز عليها في نهائي كاس مصر وفاز في المباراتين بتاع البلاي اوف. طب في حاله لا قدر الله النادي الاهلي خسر بكره يخسر البطوله؟ لا، يبقى 2-1 في المباريات، نروح للمباراه الرابعه. طب في حاله لا قدر الله النادي الاهلي يعني خسر المباراه الثانيه نروح للمباراه 5؟ انا بقول ليه بقول كده؟ عشان نعرف يعني ايه البيست اوف 5. طب النادي الاهلي كسب بكره خلاص، يبقى وصل للثلاث مباريات اللي المفروض يكسبهم، مش هنكمل المباراه الرابعه ولا الخامسه، وده اللي نتمناه ان 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 عمر البطوله ما يطولش، عشان بدري بدري تاخد بطولتك وتتوكل على الله ترجع على نادي الجزيره عشان ترجع لنا طبعا درع السوبر لكره السله سيدات. هنروح بقى لفريق كره السله اللي الحقيقه الجمهور واخد على خاطره شويه، خرجنا من البال بعد ما كنا حامل اللقب من دور الثمانيه، خسرنا من فتح الرباط وبعد كده خسرنا من اتحاد او اهلي الليبي، وللاسف في ثلاث فرق عربيه خرجت الحقيقه من البطوله من دور الثمانيه. ولكن فرقتنا محتاجه ايه؟ فرقتنا محتاجه رفع معدلات التركيز، فرقتنا محتاجه ان احنا نتلم، فرقتنا محتاجه ان احنا ناخد عندك فتره كافيه. النهارده اول مباراه ليك في يوم 6، الفرقه رجعت خلاص وخدت راحتك وانت تمام وجاهز للمباريات، محتاج طبعا ان انت يعني تبقى في اعلى درجات الاستعداد. عندك مصابين لسه؟ في مصابين طبعا مش هيلحقوا، زي ما قلنا عمرو زهران نوي انه يلحق، عندك مؤمن خيري برضه نوي انه يلحق، عندك يوسف المعداوي مش هيلحق، ولكن ان شاء الله الاهلي بمن حضر يستطيع اللعيبه دول ان هم يفوزوا في المباريات. مهم جدا الستارتنج، يعني دايما مهم جدا اول مباراه. يمكن احنا كنا السنه اللي قبل اللي فاتت تعثرنا في المباراه الاولى لو تفتكروا، ولكن بعد كده فزنا 3-1. مش عايزين كده، عايزين ان احنا من الاول، الفوز من الاول بيبقى مريح بيريحك، تخش المباراه الثانيه بتكسبها بتلاقي 2-0، تبتدي المعنويات تهبط في الفرقه الثانيه، تخش على المباراه الثالثه تبقى مرتاح. نتمنى فريق السله يسهلوا علينا. وزي ما قلت في بدايه الخبر ان اتحاد السله وافق على استخدام حكام اجانب عشان تدير الخمس مباريات او البيست اوف 5 اللي هيتلعبوا ما بين الاهلي والاتحاد. الحقيقه ده خبر ريحنا كجمهور اهلي، لان احنا الحقيقه شفنا من تحكيم في كره السله يعني حاجات كتيره الفتره اللي فاتت، فكنا يعني نتمنى، مش غلط في التحكيم ولا حاجه، ولكن الحكام محتاج يترفع مستواهم اكتر، محتاج تعمل لهم برامج رفع المستوى الحكام المصريين اكتر. اللعيبه بتتطور، اللعبه بتتطور، ولكن الحكام ما بيتطوروش، فهيبقى في اكيد اخطاء. نتمنى كل التوفيق اكيد لفريق كره السله في النادي الاهلي. هنروح لميار شريف، لاعبتنا لاعبه التنس الارضي ولاعبه النادي الاهلي، تصعد الدور الثاني من بطوله رولان جاروس. طبعا حضراتكم عارفين بطوله رولان جاروس اكيد من بطولات الجراند سلام الكبرى في العالم. ميار شريف لاعبه منتخبنا الوطني الاول ونجمه النادي الاهلي للتنس الارضي نجحت في الصعود للدور الثاني من بطوله رولان جاروس فرنسا المفتوحه، احد بطولات الجراند سلام زي ما قلت لحضراتكم الكبرى. ميار صعدت للدور ده بعد فوزها على الصينيه يوان المصنفه رقم 36 عالميا بمجموعتين لما فيش، وجت نتائج المجموعات 6-1، تفوق كبير لميار، وبعد كده 6-3 مع المصنفه رقم كام يا جماعه؟ مع المصنفه رقم 36. نجمه الاهلي هتلعب الماتش اللي جاي باذن الله مع الامريكيه ماديسون كيز المصنفه رقم 12، ماتش صعب عالميا، والماتش ده هيتلعب بكره باذن الله. نتمنى طبعا التوفيق لميار، ماتش صعب ولكن محدش يعرف،
ممكن تبقى يعني هي برضو كسبت الصينيه يوان مصنفه رقم 36، فهي برضو مصنفه في البيست 50 ولكن او توب 50. ولكن النهارده انت بتتكلم على المصنفه رقم 12، لا ماتش صعب، نتمنى ليها كل التوفيق، ولكن لا احد يعلم. ميار طبعا مجتهده وميار بتسعى دايما للافضل مع الطاقم التدريب بتاعها او طاقم الاعداد، ان شاء الله تحقق نتيجه جيده ليها والمصر باذن الله. هنروح للكاراتيه، وزي ما قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا الكاراتيه يعني كتب عليها انها تبقى من الالعاب الكبرى او الالعاب المناسبه لجينات الشعب المصري ونحقق فيها انجازات كبيره. وخبرنا التالي هو الكاراتيه، اتحاد الكاراتيه يعلن قائمه المنتخب المشاركه في البريمير ليج بالمغرب. الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسه محمد الدهراوي اعلن قائمه المنتخب للمشاركه في منافسات بطوله البريمير ليج، واللي هتتلعب في الفتره من 29 مايو اللي احنا فيه ولحد 3 يونيو اللي جاي في مدينه كازابلانكا المغربيه. القائمه بتضم بالمناسبه خلينا نقولهم لاعب لاعب، لان طبعا يهمنا جدا جدا نحط الضوء على نجومنا، وهي دي القائمه. بس طبعا خلينا اقولها لحضراتكم لان اكيد الخط مش هيبقى واضح قوي. القائمه هي عبد الله ممدوح، طه طارق، يوسف عماد، علي الصاوي، حازم احمد، كريم، وليد غالي، عمرو علاء، عبد الله هشام، واحمد ايمن، فاروق واحمد رجب، وحبيبه ماجد، ومنا شعبان، وجانا خميس، ومرنا شام، فريال اشرف، سلمى ياسر، نور ياسين، محمد كمال، ريم احمد، سلامه، ياسمين نصر، وعلا متولي، وهدير احمد. دول طبعا قائمه الشرف اللي مشاركه في البريمير ليج بالمغرب. بيترأس البعثه كابتن امين الزعبلاوي، ومعاه حكام دوليين زي عماد السرسي وعصام علي صالح، احمد صابر شاهين، محمود سمير، وهيثم فاروق. كل دول طبعا حكامنا الدوليين اللي مسافرين مع البعثه. زي ما قلت لحضراتكم الكاراتيه المصري حط نفسه في مكانه عالميه كبيره، وكان يعني لينا نصيب كبير من ميداليتين اولمبيتين في البطوله اللي فاتت في طوكيو 2020. بس خليني اقول لكم للاسف الكاراتيه خرج من الاولمبياد القادمه في باريس 2024. طب تقول لي يا كابتن هو ايه خرج ليه خرج ودخل؟ كل دوله بتستضيف بطوله العالم بيكون ليها ثلاث العاب من حقها تدخلهم في الاجنده او تدخلهم في المنافسات، اي العاب اللي هي عايزاه. يعني في لعبه رقص كده مش عارف اسمها بريك دانس ولا لا، لعبه كده يعني فيها رقص، فرنسا ده طلبت تخش لان هي متفوقه فيها. من الالعاب اللي اليابان طلبت انها تنضم او تخش في المنافسات اللي فاتت كان الكاراتيه، لان طبعا اليابان في الكاراتيه حدث ولا حرج. فهم طلبوا البطولة دي تخش أو اللعبة دي تخش عشان تجني مجموعة من الميداليات تخليها في التصنيف أو جدول البطولة عالي شوية. فكل دولة بتبقى ليها الحق ده، زي السكواش. السكواش دخل في 2028 في لوس أنجلوس، بس هو ما دخلش نتيجة الدولة المنظمة، دخل نتيجة إنه اللجنة الأولمبية الدولية يعني دخلته في الأجندة خلاص. فإن شاء الله السكواش يخش ما يطلعش تاني من الاجنده دي، بحيث انه دايما يبقى لينا افضليه بابطالنا وبطلاتنا في الاسكواش. هنروح طبعا للخماسي الحديث ورئيس الاتحاد وامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، واحد من افضل طبعا القاده الرياضيين الموجودين على الساحه الرياضيه الان في مصر، وهو المهندس شريف العلان، وبالمناسبه دي صورته، وكان ضيفنا من حوالي شهر هنا في استوديو الابطال. يعلن كابتن شريف العلان يعلن ترشحه لرئاسه الاتحاد الدولي الخماسي. خبر يعني زلزال بالحقيقه في كل الاوساط الاولمبيه في العالم. باشمهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث اعلن ترشحه على مقعد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في الدوره اللي جايه. برافو يا باشمهندس، برافو يا باشمهندس شريف، خطوه الحقيقه ان شاء الله تنجح فيها. وكان الالماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي الحالي اكد انه مش هيترشح تاني لكرسي الرئاسه وهيفضل الابتعاد الفتره اللي جايه. الانتخابات دي هتتلعب هتبقى في الغالب في نهايه السنه، والاقرب ليها شهر 11 اللي جاي باذن الله. اكيد لو التوفيق حالف الباشمهندس شريف العريان وفاز بالمنصب ده هيكون ليه دور كبير جدا في الحركه الاولمبيه الدوليه، وهيكون من اكبر الشخصيات المسانده. ان شاء الله يبقى خلف كبير للدكتور حسن مصطفى. الدكتور حسن مصطفى يعني تصدر المشهد الاولمبي في مصر سنوات يعني طويله، وفي الاولمبيه الدوليه ان شاء الله يبقى خير طبعا خلف لخير سلف. يبقى طبعا اكيد وربنا يدي طبعا الدكتور حسن مصطفى يعني الصحه والعطاء، ويعني طول العمر هو رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، نتمنى له طبعا دوام الصحه والتوفيق ويفضل دايما موجود في منصبه. ولكن النهارده بدخول الشريف العريان هتبقى اضافه قويه جدا. طيب هل مهندس الشريف العريان انا اللي اعرفه
عن المهندس شريف العريان انه رجل بيحسبها بالورقه القلم. هو مش هياخد الخطوه دي الا لما يكون دارس كويس قوي الاجنده او الخريطه الانتخابيه على مستوى العالم. وبالمناسبه تم اختياره في مرتين ورا بعض من قبل الاتحاد الدولي كاحسن رئيس اتحاد في العالم. فالنهارده هو يقدر بعد الفرشه اللي عملها مش بس علاقات، انت النهارده منتخب الخماسي، انت عندك الجندي خد ميداليه في الاولمبيات اللي فاتت، عندك النهارده منتخباتك في الشباب والكبار بتتصدر الاجنده العالميه والترتيب العالمي، ودايما بتلاقي لاعبين مصريين موجودين في الخماسي. فالنهارده هو نجح فنيا ونجح اداريا. فالنهارده اتصور انه ان شاء الله فرص وحظوظه كبيره، لما تقرب الانتخابات اكيد هنستضيفه ونعرف ابرز المنافسين ليه على المستوى الدولي في هذا المنصب. ونتمنى ان شاء الله فوز المهندس شريف العريان. خبر الحقيقه اسعدني كثيرا، وكنا حريصين ان احنا نحط هذا الخبر معانا، لان الحقيقه دي من الاخبار اللي بتسعدنا ان حد مصري او كادر مصري مش بس اللاعبين يكون ليه تواجد على الساحه الدوليه. كده اخبارنا الحقيقه خلصت، هنطلع لفاصل عشان نبتدي نستقبل يعني ضيوفنا. وزي ما بفكر حضراتكم ضيوفنا النهارده ضيفين على فقرتين، محمود عبد العزيز نجم طبعا جده نجم النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي كمان للفريق الاول لكره اليد، واللي حصل مع الفرقه على 4 بطولات هذا الموسم هو ضيفنا في الفقره الاولى، هنتكلم معاه عن كل شيء يخص الفريق واللي حصل هذا الموسم. وبعد الفقره دي الفقره الثانيه هيكون معانا الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي المختص بالالعاب الاخرى، عشان نناقش معاه الاجنده والخريطه جوه النادي الاهلي والخريطه على مصر وابرز المنافسات القادمه. كل ده هيبقى بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيفي لاعب الفريق الاول لكره اليد الرجال واصحاب الرباعيه هذا الموسم، ابطال افريقيا والدوري والسوبر الافريقي والسوبر المصري، معايا محمود عبد العزيز او الشهير بجده لاعب الدايره في نادي الاهلي. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك، منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك عليك. يمكن احنا كنا اتقابلنا قبل كده اخر مره لما كنت راجع مع المنتخب، صح كده؟ وجه دورك دلوقتي مع النادي الاهلي، وما شاء الله يعني انتوا السنه دي يعني ما قصرتوش وبذلتوا مجهود الحقيقه، يعني او موسم ناجح بكل المقاييس الحقيقه. هبتدي معاك من البدايه، كان يمكن الموسم كان طويل، بداتوا بالعاب افريقيا او بالالعاب الافريقيه او الابطال الافريقيا وسافرتوها والحمد لله فزنا بيها. كلمني عن الموسم، ايه ابرز المحطات اللي انت النهارده توقفنا عندها او اللي كان فيها ازمه، حصلت ازمه للفريق؟ لان دايما انت بتفتكر اللحظات الصعبه. كلمنا عن الموسم بشكل عام. والله يعني احنا في الاول عملنا فتره اعداد يعني كويسه جدا، وجهزنا لها من جميع النواحي بدنيا وذهنيا، وان كمان عشان يعني كل حاجه طبعا بنعملها عشان النادي وعشان الجمهور. ورحنا بطوله البوسنه دي كمان في البدايه. نعم، رحنا بطوله البوسنه ولعبنا نهائي كان قدام برشلونه، بعد كده رجعنا طبعا، دي كانت فتره اعداد لافريقيا والحمد لله رحناها وخدناها. طبعا يعني اول فتره الاعداد هي اللي بنت كل ده فعلا يعني فتره الاعداد بتبقى مهمه، يعني انتوا يعني ساعات بيبقى فتره الاعداد يعني ما حدش بيديها اهتمام قوي، يعني بيقول لك لما اخش في الموسم بقى بجهز. انت النهارده بتقول لي كلمه احنا عارفينها ومتاكدين منها، ان فتره الاعداد اللي وقفتكم على رجلكم. اكيد وقفتنا على رجلنا، كمان لما يكون معانا يعني جهاز فني كامل بالاسامي المحترمه دي، فلازم نقف على رجلينا. يعني طبعا دكتور عمرو المسؤول عن فتره الاعداد كبدنيا، وكابتن ديفيد وكابتن محمد ابراهيم وكابتن فينيو وكل الستاف يعني كان موجود معانا، وابو عبد الله وكل الناس دي. يعني عشان كمان ديفيد يعني الحته الاوروبيه دي موجوده، ففي بقى اللي هو المينتاليتي اللي هي بتاعت الاكل بحذافيره. ما بيهزرش معاكم؟ لا خالص. طب ازاي بيكونترول الاكل ده يعني البدن. برضو انا في تفاصيل جون ما اعرفهاش، خلي بالك انت النهارده بتكلمني عن ناحيه بدنيه، طب انا هروح ليها واعرف ازاي تمرينكم بدنيا، بس الاكل النهارده مستر ديفيد بيسيطر عليه ازاي؟ يعني بيعرف ازاي اكلكم حتى لو انتم في معسكر مفتوح؟ لا ما هو بقى احنا كلعيبه احنا عاوزين نعمل، يعني الموسم اللي فات احنا الموسم ده احسن الحمد لله، فاحنا عاوزين مثلا نعمل للنادي وللجمهور ولكل الناس تكون مبسوطه بالشكل العام للفريق. فاحنا الاكل مثلا بيكون ماشي معانا ان بيبقى في بلان في الاكل ومبعوتة لنا كلنا كل واحد اختلف من لعيب للتاني؟ اكيد. برافو. وكمان الامبادي بيكون موجود كل اسبوعين، بتقيس الدهون ايه اخبارها، الماس ماسلز الميه في الجسم بالزبط. كل ده بيتقاس. فانت الاسبوعين لازم تبقى انت طب لو لا قدر الله لاعب قراياته خرجت عن الطبيعي بيحصل ايه؟ يعني بنحاول يرجع تاني. ما طيب بيحاول يرجع تاني، طب يعني ما قدرش يرجع وزنه زاد، يعني انا الله اكبر انتوا اوزانكم كلها السنه دي 100 100،
كان في اوقات كنا لقينا ساعات محسن زاد شويه في الوزن، مش عارف مين لعيبه زادت في الوزن، ولكن السنه دي انا ما لاحظتش حد وزنه زاد. لا بس هو بيبقى يعني ايه يعني المراقبه دي لو حد وزنه زاد شويه بيحصل ايه بقى؟ لا هو الموسم كله عموما يعني ممكن ما يبقاش في اي حد زاد فيه غير ممكن مثلا رمضان هتلاقي الماسلز قلت شويه. مثلا في افريقيا طبعا عشان طبعا حضرتك عارف ما فيش ولا اكل ولا طبعاً شرب، فمعتمدين بقى على الطاقه اللي احنا ماشيين بيها دي. فالحاجات دي احنا طبعا بنسيطر عليها، بيبقى معانا الميزان، معانا كل حاجه، الدكتور طبعا بيكون معانا ماشي بكل خطوه مع كل لعيب. برافو. ويعني اللعيبه محافظه من اساس من بدايه نفسها نفسيا عشان هي عاوزه تعمل حاجه، يعني احنا عاوزين نعمل حاجه الموسم السنة ده السنه دي، فمحتاجين تحاسبوا نفسكم الاول. طب قول لي بامانه الشغل ده كان بيتعمل السنين اللي فاتت بامانه، يعني انت اكيد اتصعدت، انت طبعا لعيب صغير ولكن انت اتصعدت سنوات طويله، يعني ممكن هنقول اخر 3 4 سنين انت كنت قريب من الدرجه الاولى. هل كان بيحصل في السنوات اللي فاتت الكلام ده، ضبط الميزان، ضبط الاكل، البرنامج التغذيه اللي محطوط مظبوط، ولا ما كانش بيحصل؟ لا ما كانش بيحصل. مش دي حاجه بتسعدني مش قوي يعني. دي حاجه تسعدني ان احنا اتطورنا في المجال ده، ومهم جدا ان كره اليد لعبه عنيفه محتاجه تبقى بدنيا جاهز، وده اللي خلانا في الثلاث ماتشات نوصل الماتش الثالث الله اكبر واقفين على رجلين. طيب ده الغذاء. في الناحيه البدنيه دكتور عمرو حضرتك قلت ان هو اللي كان ماسك الاعداد البدني، بتتمرنوا ازاي اعداد بدني؟ هل في برنامج لكل لاعب ولا اعداد بدني للفرقه كلها؟ لا هو الاعداد البدني بيكون للفرقه كلها، البرنامج بتاع الفرقه كلها، بس لو في لعيب يعني هو بيكون باصص على كل لعيب، والجهاز الفني برضو بيكون باصص كله على كل لعيب، لو ناقصوا حاجه هم بقى ساعتها ايه بيشتغلوا عليها، بيشتغلوا عليها، بياخدوا كل لعيب لوحده ويشغلوه في الحته اللي هو ناقصه فيها عشان يخلوه اعلى من اللي هو اصلا الطبيعي بتاعه. برافو. طب انت على مستواك الشخصي بقى ايه الناحيه البدنيه اللي اتكوا عليك فيها او دكتور عمرو، ولا انت الحمد لله كانت الدنيا معاك مظبوط؟ لا لا اتكوا معايا، لان طبعا اول ما دخلت اول الموسم ده كان الموضوع عليا جديد طبعا يعني. طبعا طبعا. فبالنسبه ان انا افضل محافظ بقى طول السنه على الدهون ما تزيدش وان الماسلز تفضل زايده، هو الموضوع في الاول كان صعب وكل حاجه، بس يعني خلاص انت نفسك تعمل حاجه وزي ما بقى لايف ستايل، بقى لايف ستايل خلاص. انت عاوز توصل للحاجه اللي انت بتتمناها، ف هو انت بتدوس على نفسك وبتدوس على اي حاجه بره في حياتك علشان توصل للحاجه دي. انا عايز اقول لك يا محمود ان انت يعني اكيد مبسوط ان انت مع الجيل ده، اكيد مبسوط مع الجيل اللي والله يعني انا عايز اقول لك يعني كلكم محظوظين ان اكبركم، لو اتكلمنا مين كابتن الفرقه المصري مثلا صح؟ أكيد. لو نزلنا الاصغر لاعب في الفرقه الايام دي انتوا مش هتنسوها، خلي بالك طبعا. يعني ايام جميله جدا وايام فيها مكسب، فطبعا الايام اللي فيها مكسب دي ما بتتنسيش خالص. طيب هنعدي فتره الاعداد، كان في تركيز جدا، وانا الحقيقه بشكرك ان انت لفت نظري لموضوع فتره الاعداد، لان فتره الاعداد دي فعلا اللي وقفتكم على رجلكم. نتمنى ان شاء الله السنه دي يكون نفس الكلام ومشاركه اللعيبه في الاولمبياد ما تعطلناش ان شاء الله. طيب عدينا وبدانا نخش بعد كده على ماتشات الدوري، لعبنا شويه في الدوري وبعد كده سافرنا على افريقيا الابطال. الزمالك ما كانش مشارك بس كان في فرق هناك قويه، كان هدفكم ايه؟ يعني هدفنا ايه؟ انا ما بلاقيش فرق قويه في البطوله او فرق منافسه قويه زي الترجي وزي الزمالك، بيبقى ليه هدف؟ ايه الهدف اللي حطه لكم او التارجت اللي حطه لكم مستر ديفيد ديفيز في بطوله افريقيا؟ هو احنا كنا داخلين الموسم اصلا من الاول كده، من اول ما بدانا واحنا مش عاوزين يعني يقع منا حاجه، زي ما قلت لحضرتك طبعا احنا عاوزين نعمل موسم تاريخي، عاوزين نكسب بطولات، يعني خلاص ما ينفعش ننزل مثلا من المكانه اللي احنا فيها. شخصيه النادي الاهلي، شخصيه البطل اللي هو ما ينفعش يفضل يتهز، لازم نفضل فوق دايما. فكان يعني هو ده التارجت بتاعنا، ان احنا عاوزين نجمع كل حاجه عشان كل واحد وهو خارج من الموسم كده يبقى مفتخر والناس فرحانه ومش مزعلين حد، والنادي كمان يعني يزيد البطولات لان ده النادي الاهلي. انا عايز اقول لك ان انت ردك عجبني جدا. والله مش بهزر، عارف ليه؟ انا بقول لك ايه، يعني انت حطيتني في تارجت للسنه كلها، خلاص انا مش محتاجه اسال ليه. النهارده لما اللعيبه تبقى حاطه تارجت ان انا ما فيش بطوله هتجلي مني وهلعب على كل بطوله اكسبها، طب انا عايز تارجت ايه غير كده؟ يعني خلاص اي بطوله هلعبها، انا اسف لو دخلت زي السوبر المصري مباراه واحده، السوبر الافريقي مباراه واحده، مش هبقى عايز اخسر. بالظبط. فالنهارده انت الله اكبر يعني المستوى اللي اتأدى والدوافع اللي انتوا دايما بتحطها لنفسكم كانت باينه. طب خلينا اروح لماتش السوبر المصري اللي كان في الامارات، صح كده؟ صح. السوبر المصري كان اول احتكاك او اول مواجهه في السنه صح بيننا وبين الزمالك، ولا كان في قبلها؟ كان في العاصمه. ايوه بس ده كان ماتش في الدوري. دوري. لا انا بتكلم على ماتش بطوله. ماتش البطوله ده كان ماتش في البحرين. لا الامارات. والامارات، انا اسف، الامارات. البحرين ده، البحرين ده كان الباسكت. انما كان في الامارات، و الماتش اللي قبليه في الدوري احنا فزنا. بالظبط. ويمكن لا دي صور الدوري دي يا جماعه، لا دي مش صور السوبر.
ولعبنا الزمالك في اللي قبليها باسبوع كان تقريبا في العاصمه بالزبط. العاصمه الاداريه وفزنا بالظبط. كلمنا عن كواليس الماتش ده، فاكرين يوم الماتش ده كان ايه؟ لان ده كان اول بطوله بينه وبين الزمالك بقى النادي المنافس، ودايما اللي بيخش بيزاحمنا بكل البطولات. اكيد فاكر كواليس الماتش ده ايه وانتم مسافرين من هنا؟ هو يعني احنا قعدنا هنا قبل ما نسافر الماتش. طبعا احنا دايما حاطين في بالنا اول حاجه ان ما ينفعش النادي، يعني زي ما قلت لحضرتك، ان مكانته تتهز، مش حتى تقل، يعني تتهز خالص. فاحنا يعني اكيد نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه، بس احنا داخلين مع نفسنا برضو من الاول ان احنا مش هينقص مننا حاجه غير لو احنا فعلا ميتين. يعني احنا بنموت كده خلاص، نخرج بقى ميتين وساعتها بتاعت ربنا، لكن غير كده احنا ما شاء الله مفيش اي حاجه تنقص مننا، يعني ان شاء الله طبعا باراده ربنا. فكل واحد خارج من هنا. وكمان حاجه تانية ان الجهاز الفني مش بس احنا مهتمين بالبدنيا والاكل والحاجات دي كلها، واحنا كمان مهتمين بالمنتاليتي. يعني احنا ايه بقى زي ايه برضو يا محمود؟ في الموتيشن بنقعد كده الدكتور مثلا والجهاز الفني بيقعدوا معانا، طبعا الفيديوهات اللي بنعملها بتتفرج على الفيديوهات وبتتقطع ليكوا والفرقه الثانيه غير الفرقه الثانيه كمان في الفيديوهات الحماسيه الموتيشن اللي بتتعمل قبل الماتشات. برافو. في مثلا ان انت قبل مثلا الماتش بيوم تخلي اللعيب مهيئ اعصاب، يعني الاعصاب بتاعته ان هو ما يبقاش مهزوز خالص، ما يبقاش حتى يعني عنده باور زياده. بتمرنوا على ده ازاي؟ قول لي تفاصيل، قول لي تفاصيل، بتعملوا ايه؟ هل مثلا بتقروا كتب معينه؟ في ناس يقول لك لا انا احب اقرا ليله الماتش، اقعد اقرا كتاب او اقرا حاجه عشان افصل خالص واخرج بره المود، او اعيش مع الكتاب يوديني في حته ثانيه. هل كنتوا بتعملوا مثلا قعدات انتوا مع بعض على العشاء تقعدوا تتكلموا كل واحد يقول قصه بتاع، يعني كنتوا بتعملوا ايه؟ في طبعا اللي هو كل واحد ليه جنبه طبعا بياخده لوحده، ده دي بتبقى يعني الانسان مع نفسه، كل لعيب مع نفسه بيعرف مثلا حاجه بتشجعه او حاجه بتهديه. وفي في نفس الوقت الثاني الجزء مثلا اللي هو بعد العشاء كابتن ابراهيم المصري طبعا يعني لامم الفرقه بطريقه يعني فعلا. بتتجمعوا بعد العشاء الوجبه الاخيره وتقعدوا تتكلموا مع بعض بطريقه جميله جدا. وبعد كده كمان قبل الماتش احنا بنقعد بقى مع الدكتور والجهاز الفني بيعملوا لنا فيديوهات حماسيه، غير طبعا الفيديوهات اللي بنتفرج عليها اجهزه للماتش. ايوه في فيديوهات حماسيه، في ان مثلا فيديوهات زي بنعمل زي يوجا عشان فعلا نهدي اعصابنا خالص، نبقى نازلين مركزين. بس ان احنا نازلين مثلا اي ماتش احنا نازلين على المكسب وحاطين في ذهننا الحاجات اللي هتترتب بعد المكسب ده، وكل انسان هيكون فين وهيوصل لايه، والحاجه الحلوه اللي فرحه الجمهور وفرحه النادي في الاخر. ما شاء الله. طيب اروح معاك ليوم الحقيقه كان تقيل علينا ده، يعني يوم كان دمه تقيل قوي الصراحه بعد الخساره الماتش الثاني في نهايه الدوري. اولا خلينا اعترف معاك ان لجنه المسابقات ظلمتكم، ان انت النهارده وصلت، وانا قلت الكلام ده الحقيقه وبشيل حرج من عليكم، لان انا قلت لجنه مسابقات بالرجال موسم الرجال او لجنه مسابقات نظام الرجال غير السيدات، السيدات ادت افضليه للاول والتاني، انما النهارده الرجال ما اداش افضليه للاول ولا التاني، ده بالعكس ادى افضليه للتاني اكتر من الاول. مساواك بيك بعد موسم طويل انت بتكسب كل ماتشاتك رجعك في الاول زيك زيه، وبتلعبوا لا ومش كده بس، وبتلعبوا بيست اوف 3. يعني انا لا افهمه ان المفروض يديكوا افضليه بحيث انت تكسب ماتش واحد من الثلاثه تفوز ماشي، يبقى انت طالع بفرق نص نقطه ولا حاجه، انما هو يعني ما علينا. الماتش الثاني اخطاء تحكيميه بالجمله، طرد منا اثنين لعيبه مهمين جدا من بدايه المباراه، او في يعني خسرناهم جزء كبير من المباراه، اخطاء تحكيميه بالجمله، اهتزاز في القرارات، خسرنا المباراه. عملتوا ايه بعد الماتش؟ يعني ايه اللي حصل؟ لميتوا بعض؟ قلتوا ايه لبعض في الاتوبيس؟ افتكر لي لحظه لحظه ايه اللي حصل؟ واكيد بعد الماتش يعني برضه من الحاجات الكويسه اللي بتحصل ان بنيجي نتكلم، لما بنيجي ندخل الاوضه طبعا بنجمع مع بعض، اللي هو احنا لسه يعني ما حدش يخرج من مود الماتشات، لسه عندنا ماتش مهم جاي، ما حدش يتنشن، ما حدش يتضايق، ما حدش يتعصب، احنا كلنا متضايقين وكلنا على اخرنا وكلنا جوانا غل. طب بعد الماتش قلتوا كده؟ كلنا جوانا غل وكلنا جوانا كل حاجه، بس خلاص يعني اللي احنا المفروض بقى ايه نبدا نشتغل من دلوقتي على الماتش الجاي. ويعني برضو حته حضرتك اتكلمت فيها اللي هو المفروض يبقى لينا افضليه، هو كده كده الدوري خلصان اصلا من قبل البيست اوف 3 فرق 10 نقط بالظبط، ترجعني تاني ابقى زي التاني ولا هزار والله. فاحنا لما كسبنا الماتش الاول طبعا برضو ما فيش احتفالات، ما فيش اي حاجه، لان ما كانش في احتفال بس احنا مستنيين بطوله يعني كده عاوزين الدرع. فلما خسرنا الماتش تاني يعني الحمد لله، برضو مش هنتكلم عن اي حد او اي حاجه، بس يعني
في الاول في الاخر برضو خسرنا خلاص خسرنا هنعمل الحمد لله. بس يعني هنا بقى بنت شخصيه النادي الاهلي في واللعيبه وكل فرد في المنظمه اللي احنا كنا فيها دي، من ان هو ازاي قدر يحول كل الهجوم وكل الضغوط اللي عليه دي لان احنا نكسب بالطريقه اللي كسبنا بيها الماتش الثالث وبالشكل اللي يليق بالنادي وباللعيبه. طب مستر ديفيد قال لكم ايه؟ يعني انا يهمني برضو رد فعل المدير الفني، يعني النهارده هو بالنسبه له لا قدر الله لو كناش وفقنا في الموسم ده او في الدوري ده كان هيبقى احباط كبير قوي. انت طول الموسم ماشي كويس وتيجي في اهم بطوله وما تتوفقش، زي ما قلنا احنا اتظلمنا من لجنه المسابقات خلاص، ولكن انت ما توفقتش. اول لقاء بينكم وبين مستر ديفيد ديفيز، اول قعده، اول كلام بعد مباراه الزمالك الثانيه، ايه اللي حصل؟ نفس الكلام، هو قال لنا اول ما قعدنا بعد الماتش بالظبط، يعني قال لنا ان لسه الموضوع برده في ايدينا، واحنا يعني اللي هو الفريق كده كده ما ينفعش يبقى فيه ضغوط، لان اي شخص هيبقى مضغوط او اي شخص هيبقى بيفكر بزياده حتى لو متشجع بزياده بيكون في اخطاء. صح. فهو كده كده اصلا يعني شخصيه مستر ديفيد من اول الموسم ان هو يعني احنا لو بنلعب مثلا فريق درجه رابعه زي ما بنلعب زمالك، زي ما بنلعب ترجي، زي ما بنلعب ريال مدريد، برشلونه، اي حاجه، هي عمرك مثلا ما تلاقي ان فاضل اخر 30 ثانيه دي ونسيب كوره، ولا حتى لو كسبانين 20 لازم لحد اخر ثانيه في الماتش انت بتلعب موت نفسك في الماتش. مش فارق. فهو بعد الماتش الثاني ده لما هل هو بيعاتب لاعب مثلا؟ هل لو لعيب صدر منه بعض الاخطاء الفنيه توجيهه ليه بيكون ازاي؟ خلي بالك مستر ديفيد ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي جاي معايا هتكلم معاه في كل التفاصيل دي ان شاء الله، ولكن انا بتكلم على انت كلاعب، هل هو من نوعيه المدربين اللي ممكن توجه انتقاد للاعب او توجه له لوم او عتاب؟ ما دي فلسفه يعني، يقول له لا انت كان المفروض تعمل كذا والماتش اللي فات حصل منك كذا، ولا بيتغلب على ده ويبتدي يوجهك بدون ما تحس انه بيحملك المسؤوليه؟ هو اني مدرسه؟ هو عشان احنا كمان يعني من الموسم اللي فات فاحنا عارفين طريقته، يعني طريقته اللي هو كده كده لما حد بيعمل اي حاجه هو في الاساس عارف ان مثلا اي حاجه بتحصل احنا لازم نواجه بيها بعضنا عشان نحلها. حلو. زي مثلا في مشكله دلوقتي حاصله احنا لازم نحلها ايا كان طريقه ايا كان الاسلوب، فاحنا كل همنا وكل تركيزنا وكل حاجه احنا بندور عليها هي المكسب، وهي ان الروح ان الفريق كله يكون مترابط وان احنا عمرنا ما نقع. فهو يعني مثلا انا غلطت في حاجه، اي حد غلط في حاجه في وسط الفريق عادي، المفروض تعمل كذا، المفروض تعمل كذا. حلو ان هو بيتكلم تيم ورك. عندنا مشكله عندنا مشكله في حاجه، مش لاعب عنده مشكله، وده الحقيقه اللي يفسر لي الروح بتاعتكم العاليه طول الموسم. مفيش لاعب حاسس ان هو يعني مضطهد او لاعب حاسس ان هو دي الحاجه دي بتعمل الحقيقه روح وحشه، بس ده اللي يفسر لي الربع ساعه الاخيره اتعملت في ماتش الزمالك في ماتش الشوط الماتش الثالث ازاي الروح العاليه. لا انتوا ما شفتوش، انت اتفرجت على الماتش في التلفزيون ولا لا؟ يعني انت بعد الماتش قعدت واتفرجت عليه شفت الروح كانت عامله ازاي؟ انتوا ما خدتوش بالكم الروح كانت، انتوا كنتوا بتطقوا شرار فعلا حقيقي، البنش نفسه كان بيطق شرار. فالنهارده دي تفسر لي ليه الروح كويس. طيب هروح على المستوى الشخصي، انا يعني سمعت كلام ان انت جاي لك فرصه سفر، ما تضحكش هتجاوب، ف جاي لك فرصه سفر، يعني سمعت ان جاي لك يعني فرصه احترافيه في اسبانيا في بلد الوليد، وكلام كتير اتقال وكلام راح. كلمني على التجربه، هل دي حقيقه الاول ان انت جاي لك فرصه ولا لا؟ هو في كلام مع النادي طبعا، بس يعني من اول الموضوع ما جه وانا طبعا يعني جالك امتى يا محمود؟ من فتره. بيبقى من خلال ايه؟ هل شافوك مثلا في البطوله الوديه اللي كانت في اسبانيا في البوسنه، ولا شافوك مع المنتخب، ولا ايه اتفرجوا عليك فين؟ انا بصراحه ما اعرفش. ما تعرفش؟ هم يعني من الفرجه طلبوك. اتواصلوا معاك على طول ولا لا؟ اول ما جم يعني التواصل وكده كان عن طريق النادي. هم جم مصر ولا ايميلات وتليفونات؟ يعني من فتره، من حوالي 3 4 شهور كده مثلا، ولا اكتر ولا اقل؟ تقريبا. طيب ردك كان عليهم ايه او رد النادي ايه؟ طبعا انت كنت مركز مع الفرقه وده كلام ما فيهوش كلام يعني، ولكن ردك ايه؟ هل انت السنه الجايه تطلع لهم؟ اتفقت مع النادي على ايه؟ والله يعني سايب الموضوع كله على النادي، يعني اكيد طبعا مش هعمل اي حاجه تضر مصلحه النادي او تضر مصلحه اي حد في النادي. يعني النادي لو مرحب بده وموافق بده فانا مع النادي، لو النادي عاوز نفضل موجود برده فانا موجود مع النادي وتحت امر النادي في كل حاجه يعني.
رد دبلوماسي حلو. عجبني. لا هو مش دبلوماسي بس، انت رد، انت كلام بتتكلم، انت ابن النادي فخلاص انا تحت امر النادي، انا جاي لي فرصه والنادي شاف ان ممكن اطلع بره هطلع، ما شافش ان انا محتاج للنادي هقعد. ولكن انت النهارده عندك ميزه كبيره، انت النهارده اللي بيمرنك مستر ديفيد ديفيز احد افضل المدربين الاسبان، وانت راح تلعب في اسبانيا بالزبط. فاكيد ده يعني مخلي الفريق اللي بيكلم معاك عارف ان انت جاي متمرن على المدرسه الاسبانيه. كلامي صح ولا انا غلطان؟ صح. يعني ده مديك افضليه. صح، عشان كمان يعني الطريقه الاسبانيه يعني احنا خلاص يعني مناسبه لينا، منتخب ونادي وكل حاجه، فاحنا شربناها طبعا. بس انت بتحب يعني المدرسه الاسبانيه، طريقه اللعب بتاعهم هي اللي مسيطره دلوقتي خلاص في مصر بقى لها 5 6 سنين. وعندك كمان مش بس في الباسكت، عندنا مستر اوجوستي وعندك النادي كله. لا النادي كله الحمد لله بقى، يعني اسبانيا مناسبه جدا حتى في المنتخبات يعني مدربين، يعني مستر فرناندو راح منتخب الكره الطائره. طيب نفسك في ايه؟ احلامك وطموحاتك ايه اللي بتحلم بيه؟ السؤال ده سالتوني قبل كده وحققت نصه، قلت لي عايز اطلع الدرجه الاولى والعب واشيل وحققت، حصل اهو الحمد لله رب العالمين. لا انا عايز بقى الحلم الثاني. الحلم كويس انت فاكر السؤال صح، برافو عليك. بالظبط. طبعا الحلم الثاني ان انا يعني اكيد نفسي اخد فرصه مثلا مع احترافيه ان شاء الله، ونفسي طبعا اكون متواجد بشكل كبير مع المنتخب في حاجه تكون كبيره، كاس عالم، اولمبياد ان شاء الله. بس يعني نفسي اعمل حاجه يعني تشرف النادي وتشرف اهلي وتشرف كل الناس. يعني هيحصل، هيحصل ان شاء الله. وانت لما كنت معانا من سنه وسنتين يمكن تقريبا واتكلمت على امالك، قلت نفسي اطلع الدرجه الاولى واخد مكاني، بس انت الحمد لله النهارده مثبت مكانك في القائمه، والحمد لله النهارده يعني برغم صغر سنك خدت خبرات كبيره، فان شاء الله تصور ان احترافك ده جاي في السكه. يعني عندنا سيسا مشي يعني خد اذن النادي وراح للنادي في صربيا تقريبا على ما اتذكر، سافر النهارده، ربنا يا رب يوفقه ويكتب له كل الخير، وهو ده النادي الاهلي مش هو في طريقك، بس انت ان شاء الله يعني اعمل اللي عليك وربنا يوفقك اكيد في كل حاجه. محمود انا بشكرك، بشكر حضرتك، نورتني وشرفتني الحقيقه وسعدت بيك، وهتابعك وانت في اسبانيا ان شاء الله. ده ربنا كتب لك السفر ان شاء الله. ان شاء الله هتابعك في اسبانيا وهنجيب فيديوهاتك لو رحت ان شاء الله، وهنشجعك، وربنا كتب لك الاحتراف هو الخير. قعدت مع نادي الاهلي طبعا ودي حاجه تسعدنا، هيبقى هو ده الخير وان شاء الله الحمد لله على كل شيء. الخطوه دي تتاخد بعد كده. نورتني وشرفتني محمود عبد العزيز، نجم ولاعب الفريق الاول لكره اليد. سعدت بيك النهارده. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهاردة مع أحد نجوم الفريق الأول كرة اليد. بتهيألي شفتوا المنتاليتي، شفتوا الفكر، شفتوا اللعيبة بتفكر إزاي، شفتوا الجهاز الفني علاقته بين اللاعبين. لا الحقيقة يعني المكسب ده ما بيجيش من فراغ، نتمنى استمرار المكسب مع الفريق، نتمنى إن شاء الله استمرار الريادة في كرة اليد وتحقيق أرقام. الحقيقة إحنا جبنا بعيد عن الأرقام فترة، ولكن النهاردة الجيل ده بدأ يرجع الأرقام مرة أخرى والصدارة للنادي الاهلي. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نرجع نستقبل استاذ شادي نبيل الناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم معاه عن الالعاب الاخرى سواء داخل النادي الاهلي او على المستوى المنتخبات، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بالناقد الكبير ضيفي العزيز النهارده اللي منورني في الاستوديو، الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي المختص بالالعاب الاخرى واحد يعني الخبراء الكبار في هذا المجال. اهلا بيك يا استاذ شادي. اهلا بحضرتك كابتن عيسى، منورنا، ودايما بنشتاق يعني دايما لقاءاتنا مع بعض بتكون فيها يعني عصر شويه وفيها صراحه شويه، بس النهارده انت منورني. الله يخليك، بشكرك وشرفتني النهارده ونورتني يا استاذ شادي. ده انا اللي اسعد وببقى سعيد جدا بوجودي مع حضرتك. طيب خلينا نروح نخش بقى في الجد على طول، هنبتدي الاول جوه النادي الاهلي. تمام. تقييمك للموسم السنه دي، خلاص احنا عندنا بطولتين فاضلين، السله سيدات بكره ان شاء الله، المباراه الثالثه نتمناها ان شاء الله تكون النهايه والفوز للنادي الاهلي، وعندنا فريق الرجال كره السله برضو عندهم مباراته مع الاتحاد الاسكندري، بس خلاص 98% من البطولات انتهت. تقيم الموسم في النادي الاهلي ازاي يا استاذ شادي؟ طيب خلينا نتفق بس على حاجه، موسم العاب الصالات في النادي الاهلي لحد قبل الموسم الماضي كان بيختلف شويه، كان الناس بتتكلم او جمهور النادي الاهلي بيعد البطولات اللي كسبها. من الموسم الماضي الموضوع اختلف، بقيت تعد البطولات اللي بتضيع منك. ده تاني موسم على التوالي. بالظبط كده. تمام، يعني انت رجعت بيا للموسم اللي فات. بالظبط، دي كانت البدايه. الموسم الماضي زي ما احنا عارفين النادي الاهلي كان مكتسح باكثر من 23 بطوله على مستوى جميع الالعاب، فبالتالي الجمهور الموسم الحالي كان اللي بتكسبه تمام، ده الطبيعي لان انت كسبته السنه اللي فاتت. اللي كان بيضيع منك بقى ده اللي كان بيبقى عليه علامات استفهام. نعم. الموسم اوفرول بالنسبه لالعاب الصالات داخل النادي الاهلي هنقول جيد جدا،
في بعض الألعاب يصل إلى الامتياز، في بعض الألعاب لا جيد جدا. هنمسكهم كده حاجة حاجة. لو ابتدينا مثلا بالكرة الطايرة، الكرة الطايرة بنسبة 100% للرجال، بنسبة 75% للسيدات. موسم الرجال 4 بطولات من 4 بطولات كانوا مهمين جدا 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 للنادي الأهلي، خاصة بعد الأحداث اللي حصلت في الموسمين السابقين. فبالتالي خلينا نقول إن السنتين اللي فاتوا إحنا خسرنا دوري وكاس، صح؟ بالظبط. فأنت النهارده كان بالنسبة لك لازم ترجع البطولتين دول، فعشان كده قصدك إن كان موسم صعب. كان موسم صعب جدا. وكان لازم تثبت وجودك بقى. لازم. ويعني خلينا نكون متفقين إن كان ضياع أي بطولة هيضيع مجهود أي بطولة بتكسبها. يعني إحنا بنتكلم اللي أنت كان لازم فول مارك زي 4 من 4، وده اللي تم فعله. على صعيد السيدات خلينا نذكر الساده المشاهدين ايه الاربع بطولات الرجال الطايره خدوه. سوبر مصري، كاس مصر، الدوري، بطوله افريقيا للانديه. دولت الاربع بطولات اللي شارك فيهم النادي الاهلي، فاز بيهم. فاز بيهم. والنادي الاهلي اتاهل لكاس العالم للانديه اللي بعد غياب افريقيا عن كاس العالم للانديه في الكره الطايره، النادي الاهلي اتاهل ليها. على صعيد السيدات 3 من 4. يعني المشكلة إن البطولة الأهم هي اللي ضاعت منك. أفريقيا. بالظبط. وعلى أرضك. نعم. وعلى أرضك، والسيناريو اللي بيضايق أي حد. إن أنت تبقى قريب وخلاص هتشيل الكاس. اللي تعمل عليك كامباك أو ران كده زي الباسكت، و بسنة يعني عدم تركيز منك. فدي اللي بتضايق، بس بتعلمك. بتعلمك إن هي ما ينفعش تحصل بعد كده. الهاندبول. على صعيد الرجال بطولة الدوري تحافظ عليها، آخر بطولة النادي الأهلي كسبها، وبطولة أفريقيا كسبناها، والسوبر. فبالتالي موسم إلى حد ما، طبعا خسارة كاس مصر مش في النهائي، ده في الأدوار الأولى. البنك الأهلي طلعنا طبعا البنك الأهلي. بطولة أفريقيا للكؤوس، والكؤوس برضو يعني دي كانت بطولة. إحنا خسرنا بطولتين من 6. بالظبط. خدنا 4 من 6، يعني تقريبا التلتين، يعني بنتكلم في حوالي 70% او 65%. هي بس 66%. الهاندبول دائما وابدا بتضايق، او جمهور النادي الاهلي بيتضايق من خساره بطوله يتواجد فيها نادي تونسي، لان الانديه التونسيه ساعات في بعض يعني مثلا في ابطال الدوري ما شاركوش، فانت كسبت لا، ففي وجودهم كان المفروض تكسب. دي اللي بتضايق شويه. بالظبط. بالظبط. برضو سيناريو الماتش كان الى حد ما برضو يضايق. السيدات انا شايف يعني الناس بتشوف موسم السيدات عشان خساره السوبر الافريقي، خدنا برونزيه سيدات النادي الاهلي، بطوله افريقيا ابطال الكؤوس خدنا برونزيه. خلينا نتفق برضو السيدات لازم عشان تلعب فاينل لازم تكسب حد من انديه انجولا. انجولا يا بريمير دي اوغستا بيترو. بالظبط. وجهه نظر بسيطه، يعني لا يفل الحديد الا الحديد. عايز تكسبهم لازم تجيب لعيبه المحترفين بتوعك من افريقيا. ده من وجهه نظري. لان لان عندنا لعيبه سنغاليه دودو. بس اللي انت بتستفيد بالاثنين الزياده في البطولات الافريقيه هي خلاص مش هتبقى موجوده. تونجو مش هتبقى موجوده الموسم. لان خلاص اتلغت. بالظبط. داخل الدوري. فهتبقى في البطولات الافريقيه. انت بتجيب لعيبه دايما من اوروبا، اوروبا الشرقيه اكتر كمان. أجواء مختلفة، ستايل لعيبة، أجسام، الدنيا بتبقى مختلفة تماما. حتى كابتن زولا يعني لحد ما في بعض الأوقات كان بيبقى قاعدين جنبه على البنش لعدم مش تقليلا ممكن يكونوا في أوروبا كويسين قوي. بالظبط. بس بيجوا أفريقيا قدام القوة بالزبط. البدنية الكبيرة دي ما بيقدروش يجاروها. بالظبط. فأنت محتاج تجيب زي ما أنت قلت من جوه أفريقيا بقى. من جوه أفريقيا، وتركز جدا لأن أقوى كتلتين في أفريقيا هم الفرقتين دول. أنجولا والسنغال. بالظبط. فيعني هيبقى قدامك السنغال بس، كاميرون شويه، فلازم اقصد يعني تستفيد. لو عايز مثلا تجيب حد من اوروبا يبقى في زي ما بنتكلم كده بلغه الرياضه. دودو معاه الجنسيه الفرنسيه. بالظبط. بس يعني هي في الاصل سنغاليه. نعم. لكن بنتكلم في نقطه ان هي وبرضه خلينا بالعوده ليها، الموسم اللي فات مختلف عن الموسم ده، الموسم اللي فات كان اقوى ليها عن الموسم الحالي، الموسم الحالي فيه زياده في الوزن شويه. فبالتالي يعني ايه، بس كموسم محلي 100% ما خسرتش ولا بطوله. لو جينا بقى لكره السله، كره السله بقى خلينا السيدات ماشيين ما شاء الله زي الفل وكويس جدا. وان شاء الله يختموها بكره بالدوري. كاس مصر خدناه ان شاء الله، خدنا مرتبط بس خسرناه. خسرنا مرتبط ضد سبورتنج مرتبط و السوبر. بالسوبر بطوله المنطقه. بس انا الحقيقه ما بعتبرش بطوله المنطقه قوي، يعني ان هي بطوله يعني لكن لان بيجيب على فريق اسكندريه. فانت بالدوري لو كسبت بكره انت عملت موسم ناجح في السيدات طبعا. واتمنى يعني. اتمنى اداره النادي الاهلي
تنظر بعين الاعتبار شويه مشاركه فريق أفريقيا. السيدات لافريقيا. نعم قريبين جدا، هتحتاج يعني تدعيم او اثنين، مش هتحتاج اللي انت تفلتر الهيكل كامل، انت عندك الهيكل والاساس مبني، خاصه ان سبورتنج كسبتها سنتين ورا بعض صح؟ وانديه عربيه بتكسب سبورتنج بالظبط بالظبط. النقطه كمان ان انت طبعا كان في شويه بس قلق شويه من عدم وجود ثريا كليوباترا كره السله المصريه، لكن للامانه كابتن طارق خيري وكابتن كريم المساعد وميرال ورنيم وسلعاوي ونادين وكل المجموعه، انا مش عايز انسى حد، بس الثلاثي ده شال على على عاتقه وعلى اكتافه بالظبط، لان والمحترف الحقيقه توفقنا فيها برضه. المحترف اللي معانا دلوقتي متوفق، هي برضه المحترف في الباسكت الى حد ما مؤثرة. بتبقى مؤثرة طبعا، مؤثرة جدا يعني طبعا، وحتى في الرجال مؤثر طبعًا. جدا طبعا طبعا. ده هنرجع له بقى يعني لو اتكلمنا بقى على الرجال، كل التعليقات او يعني احنا قاعدين كده لو كنا سته كنا هنبقى ثلاثه وثلاثه مختلفين على تومسون السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها، لكن كان واول ما ابتدى كنا السته مش عايزينه يعني بالظبط، انما احنا بعد ما لعب اختلفنا شويه في النهايه، السته اتفقوا ليه؟ ممكن مش على المستوى الفردي لكن جوه المجموعه مهم جدا، وكان دوره مهم جدا بنكسب بيه بالظبط، شويه بطوله هو معانا بالظبط يعني اخذ على اجواء، حب النادي الاهلي، حب جمهور النادي الاهلي سبورت، حتى وهو بعد لما سافر الفتره اللي سافر فيها على طول لابس تيشيرت النادي الاهلي وعلى طول في تواصل. تفسر ده بايه يا استاذ شادي؟ يعني تفسر بايه اللعيبه الاجانب او المحترفين لما بيمشوا بتلاقي صورهم على السوشيال ميديا دايما لابسين تيشيرت النادي الاهلي، دايما لسه انتمائهم ودايما فاكرين النادي، تفسر ده ايه السبب؟ هقول لحضرتك دلوقتي، المحترف اهم حاجه عنده يبقى مرتاح نفسيا، مش اهم حاجه عنده اللي هو يبقى أنا آسف مع أول كل شهر مش لاقي القبض بتاعه، ضغوطات على سوري أنا آسف يعني برضه على الفاضي والمليان يعني هو عارف، هو محترف ده أكل عيشه، فهو عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه، عايز أتمرن وأمشي بالظبط، أتمرن وأمشي وألعب ومستحقاتي، لأن هو برضه هو محترف طبعًا. بس ليه أسرة وليه بالظبط، فالحاجات دي بتبقى مهمة جدًا، وده جزء ما هو ده جزء مهم، في جزء بقى مهم جدًا 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 بعيدًا عن الجانب الإداري، اللعيبة في كل الألعاب بتتعامل مع المحترف كأنه موجود في النادي الأهلي ومن ناشئين النادي الأهلي، خش بسرعة جدا جدا يعني. آخر حاجة احتفالات غرفة الملابس لفريق الكورة، شوف حضرتك مثلا تاو رضا سليم ديانج، هتلاقي أصلا الأجواء هزارهم مع بعض، أو في بعض الأوقات كان في فيديو حلو جدا من جوه الملعب رضا سليم مع بنت ليلى بنت السلية، فمعنى كده الاجواء عائليه طبعا، معلول وكريم ابنه، معلول احنا بنعتبره بقى مصري خلاص، ما خلاص فلا لا اقصد التونسيه قالوا مننا لا بقى مش قصدنا حاجه والله، بس احنا بنعتبره خلاص بقى واحد من الشعب المصري. هقول لحضرتك على حاجه، مراسلين النادي الاهلي بيبقى عليهم دور ساعات في لقاءاتهم مع المحترفين، ده شفته بعناية المراسلين والمراسلات كريم وفاروق وكل المشاركين بالظبط بالظبط بالظبط، وعلاقتهم باللعيبه الاجانب في الالعاب الصالات بتبقى متميزه جدا. نعم نعم معلي يعني قدر الله ما شاء فعل خساره البال يعني زعلت. لا بقى يعني احنا كويس انت ختمت بالرجال كره السله عشان نقف عندهم شويه، لان هو دي الفرقه اللي زعلان منها الجمهور السنه دي جدا، برغم ان هي كانت مصدر السعاده السنوات اللي فاتت، بس ليهم رصيد كده كده. تفسر ايه الهزه اللي حصلت لفريق كره السله؟ يعني انا كنت مثلا انا اديت بعض المبررات في الحلقات اللي فاتت، ولكن برضو يهمني رايك انت كراجل متابع وشايف الفريق ده من زمان، ايه سبب اهتزاز مستوى فريق كره السله النهارده في هذا الموسم؟ الهمهمات كلها بين جمهور النادي الاهلي على وسائل التواصل الاجتماعي وفي يعني في اللقاءات حتى اللي هي بين الافراد والجمهور كانت على ليه أوكوستي ما بيستغلش الصفقات المتاحه للنادي الاهلي لتدعيم الفريق، وبين المحترفين ما بيجوش. السنه دي مختلفه تماما عن السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كنت عندك محترفين نوني اموت بالظبط بالظبط يعني كان حاجه بالظبط. برضو النقطة ان البطولة نظام البال السنة دي مختلف تماما، الحوار ان تقسيم الثلاث مجموعات فخلت انت برضو مش شايف كل الفرق قدامك، نقطة اللي انت تروح الماتش الترتيبي كان مهم جدا، دي كانت رسالة نعم لازم تكسب، كان لازم تكسب يعني، دي كانت رسالة. وبعدين دي من ضمن الحاجات اللي انت الجمهور كله مختلف عليها. طب بس خليني اقول لك كابتن، هو اهتزاز الباسكت برضو عشان نبقى امنا مع بعض ونبقى امنا مع الساده المشاهدين، ما كانش في البال بس،
يعني شفنا برضو يعني من ماتش الفاينل الكاس يعني حضرتك فعلا قلت البال هو المحترفين مش هم قبل كده، اختيار المحترفين كان يمكن شويه او هم اختيارهم ممكن كان كويس بس ما توفقوش، يعني ايا كان ما كانش ده اداء الاجانب اللي المتوقع منهم المأمون منهم. ايوه الله ينور عليك. ولكن وكان في علامه استفهام النهارده، انت عيسى انت استبعدته من الدوري المحلي، طب انت خدته ليه معاك في افريقيا؟ هل انت مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه؟ دي بقى من ضمن الحاجات، خاصة في مهيب ومروان وكريم، يعني انت بعض الاوقات اوجستو بيحسسك اللي ده نجم الفريق وفجأة بيبقى بره، فبرضه دي من ضمن الحاجات. الإصابة بتاعت عيسى واللي انت استبعدته من الدوري او مثلا حطه في البال او العكس، بس انت ما استبعدتوش عشان الإصابة. انا برضو يعني انا يعني احنا برضو هو هيك كوتش، طبعا احنا كل دي تكهنات طبعا، ولكن النهارده عيسى انا يا مقتنع بيه يا مش مقتنع بيه، صح؟ يعني طالما موجود المفروض انا مقتنع بيه، لان يعني انا لو مش مقتنع حرام ياخد مكان. فهو ازاي انا مشيته من الدوري المحلي وخدته معايا في البال؟ هي دي الحته اللي يمكن الجمهور الاهلي يعني فنيا هو اكيد عنده اجابه مستر اوجستي، ولكن الجمهور الاهلي مش قادر يوصل لها. النقطه هقول لحضرتك على حاجه، رصيد اوجستي عند جمهور النادي الاهلي بيشفع له وكبير جدا كبير. بس في بعض الاوقات جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز كل يخش جوه دماغه، انت بتعمل ليه؟ انت بتعمل كده ازاي؟ يعني او بتعمل كده ليه؟ هو ده ودي عظمه الجمهور النادي الاهلي بصراحه. وبرده اوجستي لازم يفهم ان الكريدت عند الجمهور عالي، لكن ده ما يسمحلكش ان انت تفرط في البطولات، خاصه البطوله العربيه برضو اللي حصل فيها، خاصه نهائي كاس مصر، انت داخل على نهائي الدوري. بعدين انت في اوقات لا مفر عن الفوز، انت داخل على الدوري ده مفر عن الفوز. بعض الاوقات كنت عايز اكمل بحضرتك ان انت العامل النفسي اللي انت تبقى راكب نفسيا على الفريق اللي قدامك بيساعدك كتير، ده مش موجود بقى السنه دي، مش موجود السنه دي تمام. وجمهور نادي الاتحاد ولاعبي نادي الاتحاد والاستاذ محمد مصلحي والدعم النفسي، لكن وغياب البطوله عندهم بقى لهم سنين ورغبتهم طبعا انه يشاركوا في البال السنه الجايه طبعا طبعا، فدي مخلياهم برضو اجواء تانية. انا حضرت احنا وحضرتك طبعا حضرت هنا التصفيات بتبقى مجموعه النيل، اجواء مختلفه تماما. اي هقول لحضرتك الصحفيين بيحبوا يشاركوا في البطوله، اجواء عالميه فعلا. يعني عارف اكبر تعليق حلو سمعته ايه؟ كنا احنا بنغطي بطوله افريقيا رجال وسيدات في كره الطايره، فضيوفي بقى يعني كباتن النادي الاهلي يقول يا كابتن ما اتكلم الام بي ياخد بطوله افريقيا طبعا طبعا من الاجواء اللي شافوها طبعا، اجواء حلوه جدا. ما تكلمينا بس يعني صحابك في الام بي اي ياخدوا البطولات دي بس عايز اقول لحضرتك يعني. اللي يطمن جمهور بقى النادي الاهلي ونادي الاتحاد واتحاد الكره كره السله المصري ان قرار الاستعانه بحكام اجانب ده خلاص الدنيا خلاص بس كده هيفوت الاشتباك. هنلعب بقى ايه؟ باسكت جوه الملعب، جوه الملعب مع احتماليه وجود اخطاء، لان هو في الاول وفي الاخر حتى لو هو قدامي في اعمل متقبله متقبله عشان ما بيحسش ان هي موجهه. طب هسالك سؤال، ايه سر برضو انا عايز اجابه وفرصه انت معايا بقى، ايه سر اداء التحكيم المصري في كل الالعاب الاخرى دي؟ ليه انا اسف يعني ليه ادائنا قليل قوي كده؟ اللعبه بتتطور وعناصرها بتتطور واللعيبه بتتطور، الحكام بترجع لورا ليه؟ هقول لحضرتك على حاجه، الحكام في بعض الاوقات بينزلوا الماتشات بحكم التعود والخبره اللي انا ما فيش، هم ما احنا خلينا منطقيين في كره السله يعني وحضرتك اضرب مني كام طاقم تحكيمي بيحكم الماتشات الكبيره؟ هم قليلين جدا بس انت كده. حتى حكامك الدوليين قالوا انت كان زمان، انا فاكر ايام كنت بلعب كان بيبقى عندنا 10 15 حكم دولي دلوقتي ورداني. ساره جمال وكابتن وائل بالظبط، بس اثنين ثلاثه حكام دوليين بس اللي حتى بيحكموا بره بالظبط. فالنهارده انت قصدك ان ده برضو سبب، برافو عليك، ان ده من ضمن الاسباب اللي هو خلاص التعود بقى، انا كده كده نازل. هقول لحضرتك على حاجه، فاينل سوبر اهلي واتحاد، لما انا اتعين ان انا كحكم للماتش ببقى نازل عارف ان دي فرصتي، لان في طقم ست سبع اطقم مستنيين غلطه عشان يخشوا مكان. لكن انا طول ما انا بعمل يعني كل ما انا بحكم وايا كانت النتيجه وايا كانت الاخطاء. وبعدين انا برضو ما اعرفش هل يا ترى اصل مشكله العاب الصالات الدور التقديري للحكم بيبقى كبير جدا واسع عكس كره القدم شويه. يعني الدور التقديري للحكم مع عشان لعب العاب غنيه بالمهارات بالظبط. نعم. مع برضو في بعض الاوقات عدم درايه الجمهور بفنيات اللعبه، فنيات وقانون اللعبه في الحته دي، فبيخلي يعني زي ما بنقول التعليقات كتيره، لكن في حاجات بتبقى واضحه للعيان. طب هسالك برضو سؤال يا كابتن، هل عدم محاسبه الحكام يعني النهارده حكم غلط تمام والحكم ده ضيع مثلا الحكام اللي حكموا، انا برضو
يعني مش عايز يبقى يعني انا جوايا يعني متضايق يعني. هقول مثل الماتش الثاني في كره اليد بين الاهلي والزمالك والاخطاء التحكيميه اللي حصلت، مع كل الاحترام للحكام ولكن بتكلم على اخطاء ما بتكلمش على شخصه. فالنهارده الاخطاء التحكيميه دي هل بيتحاسب؟ انا ما شفتش حكم في مصر بيتحاسب بصراحه. هقول لحضرتك في العاب الصالات ما بيتمش الاعلان، وما اعتقدش برضه، ما هو الندره بتخليك مش قادر توقف. ما هو الصح انه ما يعلنش، انا معاك، بس انا عمري ما احنا كناس مختصين بقى بنعرف الكواليس حصل مع الحكم ايه. مش لازم يكتبوها. لا لا طبعا احنا بنعرف. انا حتى من كواليس الاتحادات واللجان الحكام ما بعرفش ان ما بلاقيش حكم يتحاسب. السبب ايه؟ ما هو كعنصر بيغلط لازم يتحاسب، ولا انا غلطان؟ ما خلينا طيب بيقول لك اكبر حساب ان انا ابعده عن الماتشات. لا ده مش حساب. لا طب خلينا نتفق على حاجه، انا دي برضه يعني مش سؤال بس بتناقش مع حضرتك فيها. هل يا ترى لجنه الحكام في العاب الصالات وتحديدا مثلا كره السله بعد كل مباراه بتجيب الفيديو وبتجيب اللقطات وتتكلم مع الحكام، ولا بتاخد الكلام من السوشيال ميديا؟ ما بيحصلش. بالظبط. فبالتالي انا مش يعني انا ايه، ما بيحصلش ولا بالزبط. في حد بيحاسب حد. بالظبط. فهي دي اللقطه. وبعدين في حاجه، المعيار لو واحد ما حدش هيتكلم، يعني بمعنى انت بتخطئ. بالظبط. يعني انت انا شايف ان انت خطا هنا وبتخطا نفس الخطا هنا في فخلاص تمام. يعني تمام. لكن لما احس ان انت هنا حاجه وهنا حاجه فتبتدي الناس جوه الماتش مش واحده. ما هو طبعا ما ده اللي بيخلي، ما ده اللي بيستشيرك. بص بعدين بيستشيرك ايه كده؟ عيب. انا اتخبطت كده ما اتصفرتش، انا في الدفاع رحت خابط نفس الخبط خدت طرد دقيقتين. مثلا طب ايه يا جماعه انت ما انا كنت جنبك دلوقتي. فعدم المسطره الواحده في المباراه، ودي انا ما اعرفش هي كمان المشكله. في حاجه كمان على ذكر مثلا كره اليد، ان في الدفاع بيبقى حكم وفي الهجوم حكم، يعني هم اللي واحد هنا وواحد هنا. فوانت بتدافع حكم تاني اللي شايفك، وانت بتهاجم الحكم ده اللي مثلا وشه ليك، فالدنيا بتبقى ايه. بس برضه هو من حقه يصفر اي حكم. يعني قصدي اقول لك بيبقى ده بيبقى ناحيه ده وده بيبقى ناحيه ده، ولكن ممكن الحكم اللي الناحيه دي يصفر في الهجوم وده يصفر في الدفاع عادي. بس اقول لحضرتك على حاجه، فعلا التعليقات على مستوى التحكيم في العاب الصالات جدا ومش الجمهور ما عادش عنده ثقه، ودي ازمه كبيره. يعني هكلمك بكل امانه. طب هسالك سؤال، عند جمهور الاهلي بس؟ لا لا، عند جمهور كل الانديه. جمهور الزمالك مش عاجبه التحكيم، جمهور الاتحاد مش عاجبه التحكيم. امال ايه يا جماعه؟ طب امال ايه؟ ما ده دليل ان المشكله في المنظومه مش في اشخاص. بالظبط. ولا انديه ولا جماهير انديه. لا اصل انا برضه هقول لحضرتك على حاجه، مستوى فهم الجمهور لألعاب الصالات بقى كبير جدا، خاصة في الآخر. الوعي زاد. بالظبط. الوعي زاد جدا وبقى الفهم زايد قوي. فأنا حتى لو أنا بترجع ده لإيه؟ من الوعي زاد ليه؟ يعني أيامنا كان بيشجعوا الألعاب دي وبتاع، بس ما كانش فيه الوعي ده، ليه الوعي زاد؟ السوشيال ميديا، القنوات التلفزيونية اللي ابتدت تنقل. ما كانت بتنقل زمان. لا بس مش بنفس مستوى يعني. قناة الرياضة ما كانتش تسيب ماتش اللي ما بتنقله. لا 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 لا، ده انا قصدي على المباريات الخارجيه، مش المباريات الخارجيه. فبالتالي لما بقيت اتفرج على الام بي اي كتير، لما بقيت اتفرج على ماتشات فاينل. صحيح. ايامنا ما كانش الام بي اي، كنا بنتفرج على قناه الكويت مثلا، قناه واحده بتذيع في الوطن. الهاندبول انا عايز اقول لحضرتك، الجمهور المصري بيتابع وبشده دوري ابطال اوروبا للهاندبول، عشان ال10 محترفين. بالظبط. فبالتالي بقى في وعي. الكره الطايره متابعين الدوري الايطالي والجوله العالميه للمنتخبات، والفتره اللي احنا لعبنا فيها كمنتخب مصر في التور العالمي ده، فابتدى الوعي يزيد. زائد بقى ان الجمهور خلاص ما بقاش مهتم بالكوره حتى والالعاب الصالات. هقول لحضرتك على حاجه، فاينل كره الميه السنه اللي فاتت، الاهلي والهليوبلس، الاهلي والجزيره. جمهور واقف. جمهور يعني مش هقول بقى اولياء الامور ولا مثلا اللعيبه اللي ده جمهور واقف. فخلاص الجمهور بقى عنده وعي. وبعدين ما بقتش حاجه، مفيش حاجه بتستخبى دلوقتي. السوشيال ميديا، حضرتك احنا واحنا قاعدين دلوقتي ممكن حد يعمل كومنت على الكلام اللي احنا بنقوله، خلاص كل الناس عرفت احنا بنتكلم في ايه. فبالتالي الجمهور بقى واعي. الجمهور ما عندوش مشكله في بقيته تخسر، لكن لما يزيد المحاسبه تزيد. طبعا. لان انا بقيت فاهم. صح. لكن اللي انت زمان انت اي حاجه بتقولها لي فانا ما صدق. مصدق. ده الزمالك خسر يا عم، خلاص مش مشكله. ده الاهلي خسر مش مشكله. هو دلوقتي انا فاهم خسر ليه. بالظبط. مين السبب؟ بالظبط. نعم. حتى الجروبس والبيجز على السوشيال ميديا وتحديدا الفيسبوك، هقول لحضرتك كومنتات
كومنتات وقت الماتش اصلا. صحيح. يعني دي طبعا بتضايق اصلا، لان خلاص ولا اللعيب شايفها ولا هيشوفها ولا المدرب. بس ده دليل ان لا بقى في انتر اكشن كبير جدا وتفاعل ما بين الجمهور والرياضات بتاعته. وزي ما بيقول لحضرتك دلوقتي احنا يعني كنت بتقول النادي الاهلي في الهاندبول كسب بطولتين، دلوقتي بقينا نتكلم لا خسر كام بطوله. نعم. استاذ شادي انت كلامك ممتع جدا، ولو قعدنا نتكلم ساعه الحقيقه والله ما يعني هفضل مستمتع بيك، شخص فاهم، شخص متابع، شخص مجتهد في مجالك جدا. بشكرك جدا استاذ شادي نبيل الناقد الرياضي الكبير، نورتيني وشرفتيني النهارده استاذ. انا متشكر جدا لحضرتك، واتمنى تكون الحلقه يعني عجبت الساده المشاهدين. ان شاء الله عجبتني واكيد عجبت الساده المشاهدين يعني، لان حضرتك حطيت نقاط كثيره. بشكرك يا استاذ شادي، نورتيني وشرفتني. متشكر جدا. اعزائي المشاهدين ده كان النهارده حلقتنا، حاولنا بقدر الاستطاعه نحط لحضراتكم الموسم بالكامل امام حضراتكم، والحكم لحضراتكم في النهايه وهو ده، سواء احنا او اللاعبين او الاجهزه الفنيه، الكل بيشتغل لاسعاد جماهير النادي الأهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.